انا اسمي مروه بلحه، بشتغل مدرس مساعد في قسم الكيمياء الصيدليه كليه الصيدله جامعه كفر الشيخ. انا اتخرجت من كليه الصيدله جامعه طنطا ودرست الماجستير في تصميم الادويه. كان عندي كتير من الصعوبات والتحديات اللي واجهتها، ولكن مع اصراري وعزيمتي حققت حلمي. ولن انسى في فتره ولا في لحظه دوري كزوجه وام لطفلين. مجالي البحثي بيركز بشكل اساسي على تصميم الادويه بمساعده الكمبيوتر، وبعد كده بنخلقها في المعمل ثم بنعملها تقويم بيولوجي. انا بؤمن بان العلم هو الهدف الاساسي الذي لا غنى عنه، وده الهدف اللي بيسعى له كل واحد، لان انا اتربيت في عيله بتقدس العلم والمعرفه. وبعد وفاه والدي نتيجه صراع كبير مع مرض السرطان، حسيت ان لازم يكون ليا دور في مكافحه الامراض، وده كان حلمي والحمد لله حققته. بأكد ان البحث العلمي في مجال الكيمياء الصيدليه وتصميم الادويه له دور عظيم في رفع المعاناه وتخفيف الام البشر، وبتمنى ان يكون ليا دور ايجابي وكبير في المجال ده. وبتمنى برضو ان انا امثل معملي البحثي في المؤتمرات الدوليه لإلقاء الضوء على مخرجات الأبحاث ونشر المعرفة عن هذا المجال. كان شرف كبير ليا أن أحصل على منحة لوريال يونسكو من أجل المرأة في العالم لسنة 2018، وده اللي حسسني أن اللي عملته ده كان شيء عظيم، وأن تعبي ده ما كانش بلا مقابل. زمان لما كانت بتيجي سيرة المرأة والعلم في أي اجتماع كانوا بيعتبروها مزحة، لكن دلوقتي لما ببص حواليا وبشوف المرأة حققته في جميع المجالات، بحس إن المرأة تقدر تحقق حاجات كتير حتى لو كانوا بيقولوا عليها مستحيل. بتمنى إن أكون قدوة ومثل يحتذى بيه بالنسبة لولادي، زي ما كانت والدتي بالنسبة لي. لما ببص في عيون بنتي بحس إن عليا واجب إن إحنا نلهم الأجيال الجديدة إن هي تعرف تحقق أهداف أكبر من اللي إحنا حققناه. بتمنى وبحلم إن أنقل خبراتي ومعرفتي دي لطلابي علشان يقدروا يستفادوا بيها في أبحاثهم المستقبلية، وعشان نقدر نعيش في الأجيال الجاية من خلال أعمالنا. برجو من ربنا وبدعي إن يكلل نجاحي ده بجائزة نوبل، لأن مفيش مستحيل.